هل الله يقبل التريقة حتى لو كانت هزار لا يقصد به السوء؟ هو التريقة دي أصلها إيه لزومها؟ لأنه في الكتاب يقول كلام الهزل أو كلام السفاهة والهزل لا يليق. ففي كلام النهاردة في الزمن ده، في كلام كتير كلام فاضي، وفي كلام كتير يبدو انه ضحك، لكن هو الحقيقة ما يضحكش، هو يبكي، لانه مش بس إدانة ده إهانة، مش بس إدانة ده، ساعات يبقى إهانة للأشخاص موجودين قصادنا أو غايبين عننا، فده درجة ساعات تبقى أعلى من الإدانة. الشباب ياخدوا الكلام التريقة ده كأنه يعني حاجة كده تضحك. طب وتضحك ازاي؟ مش ده زمن الضحك. السخرية الزيادة دي لا تليق بأولاد الله. لسان ولاد ربنا كله تشجيع، كله حكمة، كله كلام رقيق، كلام حلو، ولو حاجة كده فكاهة بريئة هيطلع فيها كلمة حلوة، لكن مش كلمة جرحة. فكلام التريقة ده أو الهزار من النوع اللي تقصده غالبا لا يخلو من الشر. فالأفضل إن الواحد ينمو في نقاوة اللسان، ويقول مثلا معلمنا يعقوب، هو في عين مية تطلع مرة مية ملحة ومرة مية عذبة؟ يعني اللسان اللي هتبارك بيه ربنا وتقول بيه تسبحة وتصلي بيه مزامير وتقول اسم ربنا يسوع، ينفع نفس اللسان ده يقول كلمة تتعب حد؟ ما هو تبقى عين مية مطلعة مية ملحة ومية عذبة، ما ينفعش الكلام. وبكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. افرض قلت على فلان انه مثلا كذاب او انه له غرض وحش، طب ما هو الكلام اللي انت بتقوله ده هيحاسبك انت، ربنا هيحاسبك بقى على الخطايا اللي انت بتتكلم فيها دي. وكتير من الاباء قالوا ما هو الواحد لما بيعيب في حد بيكشف عن عيب جواه، هو نفس العيب. فلو انا قلت فلان ده لسانه مش عارف ايه، يبقى انا لساني كده، يبقى انا فضحت نفسي. فالواحد يدين نفسه ما يدينش حد ولا يسخر من احد، لان ربنا له المجد قابل كل ولاده وفرحان بيهم. هتتريق على ابن ربنا؟ طب هو مش هيصعب على ربنا؟ مش ده ابوه؟ فالواحد ياخد باله من كلامه احسن.